بسم الله، ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبة وقرآن يا رب. نقرأ الآية 22 من نفس السورة، أي السورة لا كونسنتراسيون لا كونسنتراسيون. ترى الظالمين، يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام، في فيرا لي زانجوس مشفقين، بانيكي، يعني مشفق يعني نهاية الهول، العياذ بالله، مشفق الناس اللي مش يراو من أزلفت الجحيم، برزت الجحيم، واحنا عندنا فرعون وجنوده الظالمين، هو أكبر الظالمين، قال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى، كل يوم يعرضون على جهنم بكرة أصيل. عذاب جاء في ما بين الدنيا والآخرة، وعدوا نصيب فرعون وجماعته، احنا على الفراعنة بالأحسن، هو اللي قاعدين يخدموا بهم على باطلهم، رغم انه يعرف ان هذاك باطل، لكن بما انه مش ياخذ المال ولا يشي، والمال الحرام والجنس الحرام وكل شيء مباح عنده، علاش؟ هذا احمق الناس، لانه يعجل من الدنيا التي لا تدوم، لا يفقه شيئا. مثالي رب وعد بملذات دائمه في درجات العلام من جنة النعيم، هذا كل إنسان كيف تنسى تكرر نفسك وما ربك بظلام العبد.